بلادك. الوصال، الإذاعة الأولى. الفقرة الصحية تأتيكم برعاية مستشفى ستار كير. مستشفى ستار كير مستمرون في رعايتكم. صباحكم الله بالخير والسلام والعافية يا رب العالمين، الله يعطيكم الصحة الدائمة بإذن الله. اليوم راح نقترب من معلومات أخرى ونتعرف عن دور خدمات المختبرات الطبية في العناية الصحية للمجتمع، ومتى لازم نروح نفحص وإيش طبيعة هذه الفحوصات وإيش حاجتنا الفعلية لإجراء هذه الفحوصات المخبرية. طبعا النظام الصحي في السلطنة يهدف على أو يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع بتوفير خدمات صحية متكاملة وفق المعايير الصحية العالمية، مع مواكبة الإرشادات والتوجيهات العالية والعالمية للقطاع الصحي، وهذا اللي يحقق للأفراد والمجتمع رعاية صحية وقائية وعلاجية عالية ومستدامة. طبعا مع أهمية التوعية حول أهمية ودور الخدمات الصحية المختلفة مما فيها ذلك خدمات المختبرات الطبية اللي تحقق هذا الموضوع. معنا الدكتور وعد الله شريف، أيضا من قسم علم الأمراض واستشاري أول في مستشفى ستار كير. وصباحك خير دكتور. صباح الخير. صباح الخير والسرور والنور. كيف الحال؟ عساك بخير. الحمد لله على كل حال. بارك الله فيك. تكلمنا من المستشفى حاليا. نعم، داومين والدوام لله. بارك الله فيكم، نشكر جهودكم وأيضا خدماتكم المختلفة. دكتور، نريد نعرف إيش أنواع الخدمات المختبرية الطبية اللي تقدمها المؤسسات الصحية المختلفة، وأيضا ركز على مستشفى ستار كير. طبعا بداية، المختبرات الطبية تشتمل على تخصصات متعددة، مثلا عندنا تخصصات الكيمياء المرضية، أمراض الدم ونقل الدم، الأحياء الدقيقة الميكروبات، الفيروسات، فحوصات الصحة العامة، أمراض الأنسجة والخلايا، الأمراض الوراثية وغيرها من التخصصات المختبرية الدقيقة. علما أن توفر الفحوصات طبعا يعتمد على مستوى الرعاية الصحية للمؤسسة، من كونها أولية أو ثانوية أو ثالثية أو تخصصية عالية، مثل تخصصات الأورام، أمراض الدم والأوعية الدموية، أمراض السكري وغدد الصماء، الأمراض الوراثية، أمراض العقم، والكثير الكثير من التخصصات ذات العلاقة. ما شاء الله. تصدق دكتور، أنا آخر فحص مخبري سويته معاكم هناك في ستار كير كنت أحس بإرهاق وحاس أن في نقص من الفيتامينات والمواد الموجودة في جسمي، فقلت لازم أفحص عن فيتامين دال وأفحص الدم، ففعلا عطيتوني بالملي ايش اللي يحتاج جسمي. افحص واطمئن. صحيح فعلا، هو هذا اللي يحدد الحاجه الفعليه لنا ان نجري هذه الفحوصات المخبريه. طبعا ايش هي الحاجه؟ متى نروح نفحص دكتور؟ طبعا الحاجه متناميه. طبعا لو نتكلم على مختبرات الفحوصات، طبعا ازدادت الحاجة للفحوصات المختبرية محليا وعالميا في ضوء التطور والتقدم الطبي في كافة التخصصات وما يصاحبها من تطور تقني وإلكتروني، وبما يؤدي إلى تطوير مستمر للأجهزة المختبرية المختلفة وظهور العديد من الفحوصات الحديثة والمستجدة والعالية التخصص في شتى التخصصات. طبعا نسبة الأمراض أو الحالات الصحية أو الاضطرابات اللي تحتاج إلى تداخل مختبري هي عالية، حيث أن البيانات العالمية تشير إلى أنه تقريبا 70% من القرارات الطبية تحتاج إلى فحص مختبري واحد أو أكثر. فعلا فعلا، يعني كثير من المستشفيات اللي رحناها منها مستشفى ستار كير حتى لو طلعت نتيجة محتاجين أن نعرف هل هذه النتيجة هي الأساس في هذا الموضوع، في هذا التعب، أو حتى في هناك عوامل ثانية أدت إلى هذا المرض؟ فأريد نعرف دكتور، هل بالإمكان يعني أنك تعطينا بعض الأمثلة
عن دواعي دور الفحوصات المختبرية في العناية الصحية؟ طبعا الأمثلة اللي راح أذكرها هي أمثلة جدا قليلة يعني نقطة من بحر. إحنا لو جئنا إلى الفحوصات أنا ممكن ألخص الحاجات إلى ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى هي الكشف المبكر أو التحري المبكر عن الأمراض والاضطرابات الوظيفية للجسم. أعطي مثالين أو ثلاثة. التحري عن مرض السكري واضطرابات أخرى طبعا في كافة النساء الحوامل في مراحل الحمل المختلفة لتشخيص ما يسمى بسكري الحمل وعلاجه كونه يؤدي لمضاعفات على صحة المرأة الحامل والطفل. أيضا مثال آخر التحري عن قصور الغدة الدرقية الوراثي عند حديثي الولادة عن طريق قياس مستوى الهرمون المحفز للدرق لعلاج هذه الحالة المرضية، حيث أن تأخر العلاج يؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي ولا سمح الله إعاقة ذهنية ومضاعفات أخرى لدى الطفل. علما أن هذا الفحص يجرى لجميع حديثي الولادة في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة كبرنامج مسحي وطني، آملين زيادة عدد الفحوصات في البرنامج ليشمل أمراض عيضية أو وراثية أخرى مستقبلا. مثال آخر ممكن أضيف هو التحري عن المضاد الحيوي لفيروس الحصبة الألمانية أثناء الحمل، حيث أن التعرض المسبق ومناعة المرأة لهذا الفيروس يوفر وقاية للمرأة الحامل من الإصابة به، والذي يؤدي إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية والتي تؤدي إلى مضاعفات خلقية في الطفل. أيضا وهذا شائع طبعا التحري والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع الكوليسترول، قصور الكلى، ارتفاع ضغط الدم وتأثيراته الوظيفية من خلال إجراء الفحوصات الأساسية للوقاية من هذه الأمراض للذين يبلغون 40 سنة من العمر لغرض تشخيص وعلاج هذه الأمراض مبكرا قبل ظهور المضاعفات بما يسمى برنامج أو مبادرة افحص واطمئن. ممتاز. ممكن أضيف هنا إضافة ثانية، طبعا هذا تكلمنا عن الكشف المبكر. عندنا المجموعة الثانية اللي ممكن الشخص يعني يلجأ إلى المختبرات لغرض الفحص هو تشخيص الأمراض غير المعدية والأمراض المعدية. أمثلة على هذا طبعا الجميع مدرك أهمية الفحص المختبري في تشخيص جائحة كوفيد-19. الدور الأمثل كان لهذا الفحص لتشخيص الجائحة ووقاية المجتمع. طبعا هناك أيضا عديد من الفحوصات الميكروبيولوجية والفيروسية لتشخيص الالتهابات المختلفة مثل التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه المختلفة، التهاب فيروس الحوز المناعي البشري، وكذلك مرض الدرن أو سبع السل وغيرها الكثير من الالتهابات الجرثومية والفيروسية. مثل آخر أيضا تشخيص الأمراض المزمنة الذي ذكرتها إضافة أيضا إلى فقر الدم، قصور أو فرط وظائف الغدد الصم، فقر الدم بأنواعه، اضطرابات تخثر الدم، اضطرابات النزيم المتكرر أو المستمر، أمراض الأقراص الدموية، أمراض الدم الوراثية، تشخيص الأورام المختلفة، تشخيص الأمراض الاضطرابات المناعية، الأمراض الوراثية، إضافة إلى طبعا التشخيص النسيجي والخلوي بعد إجراء العمليات الجراحية والمناظير التشخيصية طبعا، وكذلك الفحوصات الخلوية المسحية لتشخيص وبضمنها الوقاية من بعض الأمراض والأورام النسائية والعديد من الأمثلة. الشيء الثالث وربما المجموعة الثالثة من دواعي إجراء الفحوصات هي متابعة علاج الأمراض المختلفة وتقييم السيطرة عليها ورصد أي مضاعفات مستقبلية محتملة. مثالا على ذلك متابعة تأثير برامج علاج الأمراض وترصد المضاعفات، وخاصة مثلا في مرض السكري. مرض السكري عندما يشخص مرض السكري على مريض السكري أن يراجع كل 6 أشهر أو سنة ويتم متابعة المرض دوريا عن طريق إجراء فحص السكر، فحص الهيموغلوبين المسكر أو ما يسمى السكر التراكمي، كذلك وظيفة الكلى،
كذلك تركيز الألبومين البكروي وكذلك الدهونات الدم وتحليل الدم الكاملة، حيث أن هذه الفحوصات ستؤمن السيطرة العلاجية للشخص ومراقبة المضاعفات المحتملة لديه وكشفها وعلاجها مبكرا. مع الإشارة هنا أن ما يقرب من 70 إلى 80% من الوفيات في الدول النامية هي بسبب الأمراض المزمنة، مما يعكس أهمية متابعة هذه الأمراض تشخيصا وعلاجا ووقاية وتوعية. نعم الدكتور، نفس الشيء مثل ما ذكرنا، هناك أهمية قصوى لوجود هذه النوع من الفحوصات في مراحل متقدمة من الإحساس بعرض من العرض لهذه الأمراض، ولكن المريض هنا يتساءل عن سبب تباين الفحوصات من مؤسسة إلى أخرى، دقتها في مؤسسة وأيضا يعني عدم دقتها في مؤسسات أخرى، فإيش هي المعايير اللي لازم كل مؤسسة صحية تتبعها على أساس أنها تعطي التقرير الصحيح للمريض علشان يعرف إيش فيه من البداية، ما يعطونا حبوب مرة على أساس تشخيص معين بعدين حبوب أو أدوية ثانية على تشخيص آخر من مستشفى آخر، فإيش المعايير العالية اللي تتبعونها في مستشفى ممتاز ساركير؟ ممتاز 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 ممتاز, ممتاز. هذا يعتبر الموضوع من 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 المواضيع اللي كافة المختبرات يجب أن تولي اهتمام وتركيز عليها، لأنه من الواجب عليها تحقيق مستلزمات ضمان الخدمات المختبرية لتكون عالية وسليمة ومستدامة. طبعاً الإجابة على هذا الشيء يجب أن يكون اللجوء إلى كافة المستلزمات، طبعاً إضافة إلى أهمية إتقان الكادر المختبري من فنيين وأطباء لكافة مفردات العمل المهني المطلوبة ضمن الطرق والمعايير المعتمدة والمستجدة للفحوصات المختلفة والطرق والأجهزة المستخدمة. طبعا يجب التأكيد على اتباع برامج السيطرة النوعية وضمان الجودة للحصول على نتائج فحوصات مختبرية عالية الجودة وسليمة، إضافة إلى تأمين كافة مستلزمات السلامة المهنية للعاملين والمراجعين من خلال توفير بيئة عمل آمنة للجميع. أيضا من المهم إدامة تطوير قدرات ومهارات الكادر الوظيفي لمواكبة المستجدات والتطور المستمر للعمل مع ضمان كافة المعايير المهنية المطلوبة في الاعتماد المهني الوطني أو الاعتماد الدولي في التخصص الأمكان. طبعا الالتزام بهذه المستلزمات سيؤمن نتائج فحوصات مختبرية عالية وصحيحة. طبعا أخيرا أود إشارة بدقيقة أنه طبعا هناك أهمية لمتابعة التحليل الدوري لبيانات الفحوصات والأمراض المختلفة في كافة التخصصات المختبرية لغرض الحصول على التغذية الراجعة والمعالجات الإحصائية الضرورية التي تساعد في تطوير الخدمات، إضافة إلى دورها في إنجاز ونشر البحوث العلمية في مجال طب المختبرات. شكرا. بارك الله فيك، شكرا لك دكتور، بارك الله فيك على هالمعلومات الحلوة، وإن شاء الله توصل هذه المعلومات للجميع. شكرا. إذن كان معنا الدكتور وعد الله شريف من قسم علم الأمراض واستشاري الأول في مستشفى ستار كير. ما تنسون أيضا تتابعونهم على هاشتاغ ستار كير عمان، ومستشفى ستار كير هو مستشفى متميز متعدد التخصصات في العاصمة، يتميز بتقديم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة في عياداتهم الخارجية، الرعاية النهارية وخدمات المرضى الداخليين، اللي تم تجهيز أيضا المستشفى بغرف عمليات معيارية ومرافق تشخيصية وأجنحة عمالية وولادة على مستوى عالي. زوروهم وما بتندمون. الفقرة الصحية تأتيكم برعاية مستشفى ستار كير. مستشفى